عبد الله، انت لازم يا اخويا تشوف حل للمصيبه اللي احنا فيها دي. وان كان عليا انا مش هسيب حق بناتي ابدا. كريم بلا كريمه بلا بخيله. الله، اللي انا بتكلم فيه ده مش من حقك انت لوحدك، ده من حق الولايه دول. بقول لك ايه يا كريمه، انا معيش اتكلم في الموضوع ده واصل. بابا، عمي قال ان احنا ملناش حق. لو حضرتك قلت دلوقتي ان احنا ملناش حق فاحنا هنسكت ومش هنتكلم. حق ايه اللي بتتكلمي فيه يا ريتال؟ من امتى احنا بنتكلم في الحكايه دي؟ من دلوقتي لازم نتكلم فيها علشان نعرف لينا ايه وملناش ايه. ها، ما ترد يا عبد الله، ليهم حق ولا ملهمش؟ ما بصليش كده يا عبد الله، انت الوحيد اللي هتقدر تقول لهم ليهم حق ولا ملهمش. مالك خايف وقلقان ليه؟ خايف لبناتك يكرهوا عمهم؟ اطمن وحط في بطنك بطيخه صيفي، بيكرهوا عمهم وما بيطقهوش. كريم انا مش عايز اسمع منك ولا كلمه، وكفايه اللي حصل. اتكلم يا عبد الله، ليهم حق ولا مالهمش؟ ليهم كريم، البنات ليهم حق عند عمهم، ليهم بيوت وارض وتجاره ومال مالوش حد. بس انا مش هقف قدام اخويا في المحكمه، مش هقف في المحكمه واقول للقاضي اخويا مش عايز يديني حقي وياكلوا علي، مش هقف لاخويا في المحكمه حتى لو هموت من الجوع. يا كريم انت حر في نفسك، تموت من جوع، تمد ايدك تقول لله تشهد، بس مش حر يا عبد الله في حق بناتك دول ومالهم. يا ناس يا ناس، مالي وانا حر فيه؟ لا يا بابا مش حر فيه، وده مش مالك لوحدك، ده مالنا كلنا. يعني لو حضرتك هتتنازل عنه فاحنا مش هنتنازل عنه يا بابا، ولو ماما واخواتي هيتنازلوا عنه فانا عن نفسي مش هتنازل عنه يا بابا، وحقي وهاخده يعني هاخده. ها، ما ترد، ما تقول حاجه. فاكر لما كنت بقول لك يا عبد الله انت بتهنا وبتجرحنا لما تسيب حقنا؟ واهو جبريه هي واولادها بيتمتعوا وبيتمرمغوا في العز وفي الفلوس في عز الأزمة اللي احنا فيها. ناس نفوخ هينفجر، مش عايز اسمع حاجة. لا يا عبد الله لازم تسمعني. خلاص يا ماما أرجوكي كفاية. لا مش كفاية، أوعي إيدي، لازم يسمعني. أنا ريقي نشف معايا، ياما قلت له روح يا عبد الله طالب بحقك بمراسك، أقف لأخوك ما تخافش منه، ما تعملوش حساب زي ما هو ما بيعملكش حساب. أقف وري له كرامتك، وري له ان انت قد وقدود وليك عنده حق، وعارف ان انت خلاص يا كريم. خلاص تحزن ايه؟ حزن قفل اخوك، حزن ليك تلبط. مش هيحصل يا كريم، مش هقفل اخوي، مش هيحصل حد. بابا 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 عبد الله، عبد الله بابا، عبد الله بابا انت كويس؟ بابا طب الدكتور يا عبد الله، عبد الله بابا، عبد الله بابا، عبد الله أخوك في زنقة يا عبد الحكيم، واللي هزمته جنب جنبه. يعني ايه؟ اديهم اهلنا ومال ابويا، تاخد البنات ببعت وشمال ويمين، وفي الاخر كل واحدة فيهم تتجوز واحد ملوش عازة ياخد اللي وراها واللي قدامها. لساك بتفكر اياك؟ لا بفكر ولا حاجه. هو انا مش عارفاك وعارفه ايه اللي بيدور في راسك، وعارفه ان قلبك ممكن يحن ويلين. عايز انا اقول الحق؟ الحق
هو اننا ما نسيبش تعبنا وشجانا وشجبونا ونرميه في حجر الحريم ينطوروه شمال ويمين؟ تعرف لو قلتها المرة دي مش هتسد الحناك اللي هتتفتح عليك. انا سألت عرفت انه مديون فعلا يشيل شيلته، مش هو اللي اختارها؟ مش هو قالك زمان انه مش عايز حاجة؟ نسيت ولا فكرك يا عبد الحكيم؟ ايه ويا ما قلنا له يا فوزي. خلاص يا قلب اختك، احنا قلنا له اي جوالة كمان. نسيت ان هو قالك اشمعنى انت اللي تبقى في يدك كل حاجة؟ نسيت انه كان عايز يبيع الارض ويضحك علينا اللي يسوى واللي ما يسواش؟ يعني انا مش غلطان لما قلت له لا؟ لا طبعا مش غلطان. غلط ايه؟ الغلط انك ترمي مالنا تحت رجلين كريمة وبناتها. ايوه عندك حق، عندك حق يا حبيبي. عايز اتاخر يا زينب، يقطعني، يا ريتني لا اتكلمت في فلوس ولا في مراس. والله يا بنتي ما بتكلم عشاني، انا بتكلم عشان الورطه اللي احنا فيها دي، عشان يدور على حقه. يشبيك يا عبد الله، والله عندي استعداد اقعد في البدروم تاني، بس عبد الله يبقى كويس. يا ماما دي هو كويس. الباب يخبط، الباب يخبط. ايوه دكتور فين؟ ايه يا دكتور اتكلم قول حاجة. خير يا دكتور. ايه يا دكتور؟ لازم اتنقل المستشفى حالا، دي جلطة. جلطة؟ ايه؟ جلطة؟ انا السبب، انا السبب، انا السبب. انا كنت حاسة ان كنت عارف. طب بقول لك ايه، انا عايزك تقعدي انت هنا وانا هقوم بكل حاجة. لا انت تطلب لنا الاسعاف ورجلي على رجلك حالا. العباية، هاتولي عباية. اهلا اهلا بسيدي الرجالة. عامله لك واكل هتاكل صوابعك وراه. انت كنت فين؟ كنت فين ايه؟ كنت في المكتب. مكتب؟ مكتب ايه يا روح الروح؟ انت كنت مع واحدة. واحدة ايه انت التانية؟ شم، عاوزك تشم زين يا ولد عبد الحكيم. ايه ولد عبد الحكيم ده؟ انت لفوك اتخلع خلاص. امك عايزه تجوزك صح؟ رحت معها لمين؟ شفت مين وقعدت معاها يا مروان؟ انت اتخبلتي خلاص. اتخبلتي؟ انا مش خبلانه، انا عارفه انا بقول ايه ومش هسيبك الا لما تقول لي انت كنت مع مين. لا انت اتجننتي. مش هتطلع يا مروان الا لما تجر وتعترف انت كنت مع مين. ابعدي من وجهي دلوقتي. ابعدانا عشان غير يقعد؟ ما انت خلاص زهقت مني وعايز تغير فرشتك. واسم الله عليك محلو ومسبسب وماشيلي في البلد يا ما هنا يا ما هناك. ديك يا اخواتي، وطبعا حارم البلد كلها مش شايفه غيرك. امال مال وحسب ونسب واكبر عيله في البلد تتمنى تجوزك بنتها حتى لو كنت متجوز صح؟ وانت عارفه كل حاجه، وعي وشطره، يعني ممكن جوزك يروح منك في اي لحظه بسبب عمايلك دي. امك اللي اختارتها صح؟ ناديه حبيبتي مفيش حاجه. بعد يدك عني. ايه قولك ان انا هروح لامك ومش هسيبها الا لما تقول لي هي مين؟ انت مفكر انه خلاص رجعت معاك البيت يبقى كده خلاص؟ لا يا حبيبي، يا حته من قلبي كله اللي كرامتي. انا رجعت هنا عشان ابوي قال لي ارجعي، لكن ان كان علي انا مش عاوز ارجع البيت ده تاني. هي وصلت لك ده؟ ايوه كده. طيب انقلعي. مع السلامه.